مساء الخير واهلا وسهلا بكم معنا في موعد جديد من سكوب. اليوم نخصص الحلقة لفخر أبو ظبي، الفريق الجزروي أحد أكبر الأندية في دورينا، الجزيرة الذي يطمح من خلال هذا الموسم لإعادة لقب غاب عنه في الموسمين الأخيرين. تفاصيل تحضيرات الفريق وأبرز تعاقداته الصيفية ستكون جزءا من برنامج الليلة، ولكن قبل أن نحاكي الحاضر دعونا نفتح كتاب الذكريات من خلال رحلة نحملكم فيها مع صور بقيت خالدة في ذهن كل الجزراوية. حديث الذكريات وأجمل صور الفريق نشاهد. مور شمال عطول جول اطراد جول الجزيرة، كرة لازالت فخر أبو ظبي، صورة من المجد في صفحات الكرة الإماراتية، صرح شامخ تأسس في 1974 في قلب العاصمة أبو ظبي ليكون فخرها بصيته المسموع وقوته التي لا يشق لها غبار. الجزيرة انتظر 3 عقود ليأتي كالأمطار، انتظر للكثير من السنوات ليأتي بالبطولات، وعندما حضر كان الحضور يليق به. وكرة باتجاه فهد النويس في مكان خطر جدا، خطرة جول، جول الجزيرة من فهد النويس، هدف أول لنادي الجزيرة من نجمه الكبير فهد النويس. في 2007 ظهر فخر أبو ظبي على بساط البطولات لأول مرة عندما تمكن الفريق من تحقيق كأس الاتحاد الإماراتي من استاد خليفة بن زايد بمدينة العين، ليكون فجر البطولة الأولى في ليلة الفرح بعد كل سنوات العمل. هنا كانت الانطلاقة الحقيقية ليستمر التوهج في البيت الجزراوي عام 2007. كان غير عادي في هذا الكيان، فلم يبدأ الفخر من ملاعبنا بل ذهب لخارج الحدود، وكانت البصمة هذه المرة خليجية عندما تمكن أبناء الجزيرة من إحراز كأس الأندية الخليجية على حساب الاتفاق السعودي في مساء المسيرة والبطولة. تواصل العطاء ليأتي اليوم المنتظر، ففي 2011 كانت لحظة الدرع الأول لدورينا بعد أن قدم الفريق موسم للتاريخ وصل فيه للبطولة الأولى، ولم يقف عند هذا الحد بل نال الكأس الأغلى، كأس رئيس الدولة، لعامين على التوالي في مشهد للتاريخ في ليالي التتويج عاما بعد عام. الجزيرة بطلا لكأس رئيس الدولة لأول مرة في التاريخ، يرفع الكأس لاعبيه، مبروك للجزراوي، مبروك من الأعماق، الجزيرة بطلا لكأس رئيس الدولة للعام الثاني على التوالي، مبروك للفورميلا، مبروك للجزيرة، مبروك للأبطال، مبروك لسمو الشيخ حمدان، مبروك لسمو الشيخ منصور، بطل من ذهب وحامل اللقب يدافع عن هذه البطولة، تعود على المنصة وحافظ على المكان. إنه فريق الأحلام في البيت الجزراوي هذا العام، بل هي كتيبة صعبة المراس في تحدي الموسم الجديد.
للحديث أكثر عن نادي الجزيرة وللخوض في البداية في الشؤون الإدارية، سعداء جدا باستقبال الأخ عايض مبخوت، عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم. أنا سعيد بوجودك معي عايض، ومن زمان ما تشاوفنا، صرت مقل أنت في الطلعات التلفزيونية حكم انشغالك، بس أنا سعيد جدا بوجودك معي اليوم. مساء الخير أبو نواف، مسي طبعا بالخير على الأخوان المشاهدين، وأنا صراحة سعيد بشوفتك. أول شيء أنا من زمان ما شفتك، وانت صراحة بنوف نحن تراني مرات بس انت مش موجود اصلا، يعني نحن الغياب مشترك خلينا نقول، ولكن انت لا شك يعني مذيع، الكل يسعد بشوفته ومن الاضافات اللي نحن صراحة الامانة نسعد بها ونفتخر بها. ونتمنى ان شاء الله ان يكون موسم خير على كرة الامارات ورياضة الامارات، وان ان شاء الله نحقق نجاحات ان شاء الله باذن الله، سواء على المستوى الاندية او على مستوى المنتخبات. متفائلين إن شاء الله من يكون موسم خير، موسم أفضل. نتمنى إن شاء الله أن الكل يساهم في نجاح هذا الموسم، سواء الأندية سواء اللاعبين الجماهير، الكل إن شاء الله نتكاتف على أساس أن نحن أي نجاح إن شاء الله راح يقودنا أيضا في المستقبل نجاحات أخرى، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله في الموسم. أبدأ معك من حيث منتهى الجزيرة واستعداداته للموسم. الجزيرة نجم الصيف، نجم التعاقدات، الجزيرة غير أكثر من 50% من 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 جلده، وتعاقدات كلها على مستوى عالي. الجزيرة يعلن التحدي مبكرا للموسم، إن أقول يعلن التحدي مبكرا صح ولا لا؟ لا صحيح. صحيح. صحيح نعم. لأن كل التعاقدات هذه هناك هدف واحد ما في غيره. ما في شك أبو نواف، يعني الطموح ممكن اختلف، الاستقطابات والانتدابات في الفريق، وفي الأساس احنا عندنا يعني أساس جيد في الفريق، كان مجموعة من الشباب الواعدين اللي نحن يعني كنا ممكن نراهن عليهم انهم يشكلون مستقبل الجزيرة. اللي تغير يمكن مع كامل تقدير واحترام لعيبتنا الأجانب، نوعية الأجانب يمكن السنة اختلفت عن آخر موسم أو موسمين حتى، وبالإضافة إلى التدعيم نوعية الكواليتي، نوعية اللعيب المواطنين اللي هم نحن ثلاثة لعيب مواطنين اللي تعاقدنا معهم اللي هم عامر وعمر وسلطان الغافري. بس هذه اللاعبين عمش كواليتي عالي. أكيد هذا اللي أقولك عليه، اللي اختلف عن يمكن المواسم السابقة أنه عدد جدا قليل، يمكن ثلاث لعيبه مواطنين، ولكن كواليتي جدا ممتاز جدا عالي، واي نادي اعتقد يتمنى اي لاعب من الثلاثه اللي انا ذكرتهم، بالاضافه الى نوعيه اللعيبه الاجانب. كل هذه الانتدابات نحن هي سبع لعيبه جدد يمكن نحن تعاقدنا معهم، اعتقد الاسماء هذه بالاضافه الى العناصر الموجوده في الفريق اللي هو اساسا اللي نحن دائما كنا نراهن عليه، لهم لعيبه اللي موجودين واغلبيتهم اصلا من 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 اكاديميه الجزيره، لا شك أنها تعطينا اليوم مسؤولية، تعطي اللعيبة قبل ما تعطينا اللعيبة نفسهم، متحملين المسؤولية وشاعرين بالمسؤولية، ولا شك أننا نحن اليوم داخلين الموسم بهذه التشكيلة وطموحنا كبير جدا في جميع البطولات إن شاء الله. في نفس الإطار عايض، يعني الفريق يعلن التحدي، بس في نفس الوقت المؤشرات أبدا مب مشجعة. بتقول لي عندنا غيابات، أقول لك كل الأندية عندها غيابات. شكل الفريق لين اليوم للوقت اللي أنا أكلمك فيه، الجمهور الجزيرة متخوف أو يعني مو بعرف شو الموضوع. أنت أنا أكلمك عن واقع، أنت تتكلم عن نتائج الثلاث مباريات اللي في كأس الخليج العربي. صح، باخذها معاك بس نقطه نقطه، او ما في مقارنه بين الغيابات اللي في الجزيره واي نادي اخر، وممكن تاخذها بالارقام. ما في نادي عنده 12 لاعب بين المنتخب الاول والاولمبي، بالاضافه الى لاعب اجنبي اللي هو سرير كان في المنتخب ايضا متواجد من اللعيبه الاجانب 13، بالاضافه الى ان باتنا وكينو كانت عندهم اصابات، والمدافع كوزانفيتش. يعني نحن بدينا المباراه الاولى مع خرفه كان ب 11 لاعب مواطن المباراه الاولى، اوكي. المباراة الثانية ضد الشباب الأهلي بدينا بأجنبي واحد اللي هو سيريرو وكمل المباراة كلها، أوكي. المباراة الثالثة نفس الشيء، بدينا بأجنبي والشوط الثاني بدينا بلعيبة كل المواطنين اللي ضد العين.
فيهم الخير، ونحن اصلا نشوف ان هذه فرصه جدا ممتازه للعيبه اللي شاركوا. ولكن الغيابات لا يمكن مقارنه الغيابات، يعني انا اكلمك عن 15، يعني حتى في ظروف مثل سلطان الغافري كان مريض المباراه الاخيره مع سيف خلفان، فبالاضافه الى الاصابات او الانتدابات المنتخبات الوطنيه كان عندنا بعض ظروف مثلا سواء المرض او الاصابات، ولكن نحن دائما نراهن على الشباب اللي كانوا موجودين في المباراه. صحيح خسرنا، ولكن نحن كسبنا كذا اسم لعيبه كسبوا خبره، وبالعكس يعني صحيح في كثير سلبيات لكن لابد انك تطلع ببعض الايجابيات منها. ولكن ان شاء الله الاستوى طبيعي، الاستوى جدا طبيعي في النتائج الاخيره، جدا طبيعي. وانا اعطيك مثال، فريق الشارجة اعتقد يمكن خسر كل مبارياته في كاس الخليج العربي الموسم الماضي وفاز بالدوري. اللي صار ان فريق يتعرض لكل هالغيابات، يمكن اذا تبغيهم اسم اعطيكم اياهم الحين واكتبوا عندكم كل الاسماء وبتعرفون اذا فعلا. بس انا اتكلم عايض، اتكلم عن شكل، حتى الشكل ما عندك شكل. لا شوف، انا ما اتكلم عن كواليتي لاعبين موجودين في الملعب، تنظيم الفريق لين الحين، هل الجهاز الفني محتاج وقت لهالموضوع ام 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 السبب بس الغيابات؟ شوف الجهاز، يعني لا الجهاز الفني اولا يحتاج الى وقت، هذا شيء اكيد، مش بس الجهاز الجزيره، على اساس اني ما ابحث انا عن اعذار الجهاز الفني في الجزيره، ولكن أي فريق في العالم كله على أكبر مستوى لو تأخذ عنه 15 لاعب بيتأثر وتقولي تنظيمهم بيكون نفس التنظيم، طبعا مستحيل. يعني هي مش بس الكورة، مش اليوم بس الكورة معاك، لا حتى وتنظيمك، لأن أنت هذا الفريق هو اللي المدرب دائما يشتغل عليه وينظم الفريق وكيف يوقفون مع بعض، هم متفاهمين. نحن مبارتنا الأخيرة يمكن في لعيبة يونا قبل المباراة من لعيبة 17 أو 18 يو قبل المباراة بيوم وشاركوا في الشوط الثاني، ولعيبة أدوا مستوى جيد يعني كمستوى فردي، ولكن يعني ما تقدر تلوم المدرب، لعيبة متمرنين عنده يوم واحد أو يومين. فنحن يعني أنا أقول لك فعلا نحن ما كنا راضين عن النتيجة، لأن دائما نطمح أن أي لاعب يلعب في الجزيرة أن طموحه الفوز، ولكن في النهاية لابد أن نكون واقعيين، وحتى ما نظلم الجهاز الفني أن نحمله فوق طاقة الجهاز. يعني أي مدرب يتعرض للظرف هذا، يعني نحن اقل نادي لعبنا ضده عنده ثلاثه جانب، ونحن كنا نلعب في بعض، يعني المباراه الاولى لعبناها اقول لك مواطنين وفزنا فيها اصلا، لعبنا بفريق كله مواطنين يعني باستثناء يمكن باتنا دخل جزء بسيط من 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 المباراه. بالعكس ان شاء الله ان نحن طلعنا فوائد، نقول ان شاء الله فتره التجمعات لا شك انها اثرت في اعدادنا، كون ان في بعض اللعيبه اللي نحن تعاقدنا معهم كنا تاخرنا فيهم شويه، أكيد أنها أثرت نوعاً ما في فترة الإعداد، ولكن على بداية الموسم بداية الدوري إن شاء الله الفريق بإذن الله يظهر بالشكل اللي الجمهور جماهير الجزيرة إن شاء الله يتمنونه ويحبونه إن شاء الله. يعني الفريق راح يكون مع بداية الدوري الأمور بتكون جاهزة بالنسبة للجهاز الفني، بالنسبة للإدارة، بالنسبة للجمهور. نحن نتمنى طبعاً عن مباراة النصر العماني يوم 14. أن لعيبة المنتخب يوصلون إن شاء الله هني تاريخ 11، المفروض يسافرون 12 مرة ثانية عمان، وهذه طبعاً بنشوف مع الجهاز الفني ومع الأساس، لأنه بيروحون 12 بيلعبون 14 ويرجعون مرة ثانية ويلعبون 19، فنحن بعد دورنا بعد أن نحميهم بعد اللعيبة هذه على أساس أن نحن ما نأثر عليهم. ولكن أنا أشرح لك نوعاً ما الظروف اللي نحن نمر فيها، ولكن إن شاء الله من مباراة النصر يوم 14 اللي في البطولة العربية إن شاء الله أن الفريق إن شاء الله يبدأ إن شاء الله بشكل مختلف بشكل أفضل. أتمنى أن معظم العناصر تكون جاهزة، وفي النهاية أي لاعب يلعب باسم الجزيرة هو يمثل الجزيرة وقادر على أن إن شاء الله يقدم الإضافة أو الشكل اللي نحن نتأمله منه إن شاء الله. لماذا الإصرار على المدرسة الهولندية، ولا صادف أن يورغن سريب الهولندي يعني كشخص، ولا أنتوا عندكم توجه أن تمشون مع المدرسة ذي؟ لا هو هذا يمكن على التوالي كرابع مدرب هولندي، فما في مصادفة أكيد في الموضوع، يعني بعد تنكات ومارسل كايزر وداميان اللي كان مساعد وحاليا يورغن. نحن عندنا توجه طبعا، مش لأن نحن نختار الجنسية الهولندية، ولكن نحن ممكن أنا شرحت حتى الموسم الماضي يمكن في مع الأخوان أنه عندنا طبعا فكر ان احنا نشتغل من الاكاديميه
إلى الفريق الأول بنفس الأسلوب بنفس طريقة اللعب بنفس النهج. دائما عندنا تواصل اجتماعات ما بين المدرب ومدير الفني الأكاديمية أساس يكون في عملية ربط على أساس كيف تأسيس اللاعب اللي في الأكاديمية بحيث أنه يكون مؤهل لنفس طريقة اللعب اللي تكون في الفريق الأول، سواء طريقة الشكل العام للفريق أو أسلوب اللعب اللي احنا نشوف انه هو الاسلوب الامثل اللي يتناسب معانا احنا سواء في الجزيره او حتى يمكن في المنطقه، كون ان نحن ما عندنا يمكن القوه البدنيه اللي تخلينا نروح لبعض اساليب اللعب اللي تعتمد بشكل كبير على اللياقه وتعتمد بشكل كبير على الالتحامات. بالعكس احنا لعبتنا او في المنطقه بشكل عام ممكن يجودون اللعب الارضي اللعب السريع اللي اعتقد بالكوره اكثر بدون ما نعتمد كثير. أعتقد هذا الشكل هو الأنسب اللي أصلاً في أندية كبيرة يطبقونه أصلاً في أوروبا. فالمدرب ممكن يكون اللي صاحب هالفكر أو صاحب هالفلسفة، طبعاً هو صاحب الفكر هذا هو شخص هولندي اسمه رينوس ميشلز، هو مدرب كبير ونقل هالفكرة إلى برشلونة وأياكس أمستردام تحديداً، هم الفريقين اللي اليوم يشتغلون بنفس الفكر بنفس الفكرة هذه. ف بعدين حتى غوارديولا ايضا، وصراحه يعني شيء جميل اللي قدمه حاليا للمان سيتي اللي غير جميع تقريبا الفكر كله اللي في الدوري الانجليزي. اليوم كثير انديه في الدوري الانجليزي تحاول تقلد نفس اللي يسوونه المان سيتي في طريقه اللعب. يعني من يتصور الانجليز اللي يلعبون كرة طويله اليوم صاروا يحبون يلعبون كره على الارض، هذا كله بسبب المان سيتي والغوارديولا، وطبعا فوق الكل اسمه الشيخ منصور اللي نقل الكرة القدم او الانجليزيه العريقه اللي متمسكين بتقاليدها نقلها سمو الشيخ منصور نقله ايجابيه الى افاق بشكل مختلف، اثرت حاليا حتى في المنتخب. شوف شكل المنتخب الانجليزي، طريقه لعب المنتخب الانجليزي تقارنهم قبل كم سنه جدا مختلف اسلوب اللعب، والحين اكثر متاع طبعا جدا. فهذا شيء جميل جدا، ونحن نمتلك اعتقد نفس الفكر اللي نعتقد نحن وجهة نظرنا انه هو الاسلوب الامثل اللي وصلنا الى الهدف اللي نبغيه. انا ما اخفي عليك ان كثير من الجزراوية قلقين من الجهاز الفني بسبب ان الاسماء اللي موجودة في الفريق تحتاج الى مدرب اكثر خبرة، شخصيته أقوى ليصخر كل إمكانيات اللاعبين. يعني يورغن يا قبل الانتدابات الكبيرة اللي استوت في 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 صحيح الجزيرة، قبل أنا أقول نقلة في الجزيرة، يعني قبل التحول الكبير اللي استوى في الجزيرة من حيث الانتدابات. لو خيرت شركة الجزيرة اليوم في الانتدابات هذه، بعد الانتدابات هذه، لاختيار جهاز فني، رغم أنه ما للحين ما نقدر نقول ترى يورغن سيء ولا يورغن زين ولا لا، هل التوجه بيكون لنفس الشخص؟ أنا يعني أكد لك أن هذا الخيار تم خلال يمكن فترة طويلة على ما وصلنا إلى خيار المدرب. إحنا من المشاكل اللي يمكن عندنا في المنطقة بشكل عام أن دائما نؤمن بالاسم، ما نعرف شو عمل المدرب. أحيانا في اسم يعمل مع مجموعة أسماء كبيرة، الأسماء هذه اللعيبة تخدم المدرب ويفوز بالبطولة أو يفوز بالدوري، ولكن تكون له آثار سلبية جدا على الفريق في المستقبل. وأنا شخصيا واحد من عندي تجربة، يمكن مش شخصيا، أنا أتكلم عن النادي، عندي تجربة مع اسم جيد أو اسم كبير كان عنده فريق ممتاز أخذ الدوري، ولكن بعدين كانت في آثار سلبية لأنه ما كان في أساس، ما كان فيه بلان يمكن طويل شوي لمدة 3-5 سنوات على الأقل أنت تشتغل عليه، وكيف شكل الفريق بيكونوا منو العناصر اللي راح يكونوا متواجدين في الفريق. يورغن من النوعية اللي تحب تشتغل في تأسيس اللاعب، يحب يعطي الفرصة للعيبة الصاعدين، لعيبة الصغار، يحب يشتغل على عكس غير أن تدريبات الفريق، يحب يشتغل على تطوير اللاعبين بشكل فردي، وفي برامج يحب يشتغل عليها برامج فردية. من المدربين اللي يفكرون بالشكل الحديث المدرن، يعني المدربين الأسلوب اللعب وأسلوب التدريب اللي هو كل هالمواصفات اللي أنت تقول لي إياها. نعم، لين الحين أنا محتاج مواصفات غير عن اللي أنت تقول لي إياها. شو المواصفات؟ المواصفات أنا أحتاج مدرب يستطيع بقوة أن ينافس على الدوري، أنه يصعد لعيبة، أنه يهتم بالصغار، أنه يطور، أوكي يطور قدرات اللاعبين، أوكي، بس أنت عندك لاعبين نجوم. صحيح.
أنا عندي لعيبة نجوم وعندي لعيبة جد صغار أو صاعدين. اللعيبة الموجودين في الفريق لا شك أن المدرب أنت عملية أنك تطور لاعب أو تصعد لاعب ما يعني أنك ما تشتغل على البطولة. بالعكس أنا أقول لك من ضمن الأشياء اللي أتكلم عنها في لعيبة راح تكون البرامج الصبح فردية، هذا اللاعب اللي ما يشارك في المباريات كثير مثلا أنا أعطيك، لأن أنا أقول لك هل كنت أتكلم عليه أنه لازم تكون عندك بعد 3 سنوات أو 5 سنوات المجموعة اللي جاهزة أنها تكمل العمل اللي يسويه المدرب أو الفكر اللي المدرب ينتهجه حاليا. العنصر الأساسي دائما من العناصر الأساسية في نجاح أي مدرب لا شك أن اللعيب، يعني لو أخذ اليوم غوارديولا مثلا وحطه في فريق صاعد من الدرجة الثانية لا تتوقع أنه يطوف المركز العاشر، يعني في النهاية هي العناصر اللعيبة اللي يشيلون المدرب الكواليتي لا شك المدرب يشكل إضافة على الفريق، ولكن مش الإضافة أني أخذ فريق من درجة ثانية وأخذ فيه الدوري لأن المدرب اسم كبير أو والعكس. اللعيبة اليوم اللي نحن عندنا وهم أساس الفريق وراهن عليهم مع المدرب مع فكر المدرب مع أسلوب المدرب، بالعكس نحن سبق أن تعاقدنا مع مدربين لأول مرة وانتقدنا على هالشيء، تنكات كثير انتقدونا عليه وما يأخذ بطولات وأخذنا معاه كاس ودوري. العام التعاقد اللي كان مع كايزر الكل انتقدنا عليه وكان من أفضل المدربين وللأسف طبعا راح سبورتينج لسبون وفاز ببطولتين كاس في البرتغال على على بورتو أعتقد في النهائي كان. فالاسم لمجرد أنه فاز ببطولة ما يعني أنه مدرب ناجح، يعني في أسس للمدرب الناجح فيه الفريق اللي عندك العناصر اللي عندك كيف أنهم العوامل المساعدة لا شك كل هذه النقاط والأهم المدرب اللي يبني، يعني ممكن يأخذ لك بطولة لكن يدمرك سنة سنتين، بعكس مدرب ممكن يأخذ معك بطولة بطولتين ولكن يؤسس أيضا أساس قوي للنادي للفريق، يعني حتى لو يروح تجد أنه في أساس جدا قوي صلب تبني عليه للمواسم القادمة حتى سواء المدرب استمر أو ما استمر. الموسم الماضي لم يكن في مستوى تطلعات فريق العاصمة فخر أبو ظبي، اكتفى بالمركز الخامس الذي لم يرضي أنصار الفريق. قراءة في محصلة الموسم الماضي لفريق الجزيرة ثم نواصل الحديث. سنبدأ الحديث عن الجزيرة في الموسم الماضي من عند هذا الرجل مارسيل كايزر. فمن هو ولماذا؟ إنه المدرب الهولندي مارسيل كايزر. أما لماذا بدأنا الحديث من عنده؟ يرجع ذلك لما مثله رحيله المفاجئ عن الجزيرة من منعرج أثر بصورة واضحة على نتائج وأداء الفريق في منافسات دور الخليج العربي بنسخته في العام الماضي، إذ فجأة وبدون مقدمات وبعد أداء ونتائج إيجابية لا سيما في افتتاحية الدوري بالتغلب على شباب الأهلي في عقر داره، قرر المدرب الرحيل إلى الدوري البرتغالي تاركا الدفة الفنية لمساعده داميان يقود سفينة الجزيرة بأمل أن تحقق أقل المأمول منها بأن يتواجد الفريق بين الأربعة الأوائل ليتمكن من خوض غمار البطولة الآسيوية، إلا أن ذلك لم يحدث في نهاية المطاف. بيد أن الجزيرة حقق نتائج مرضية في تلك الوجوه الشابة للاعبين، خرجهم قطاع المراحل السنية في النادي، فكانوا داعماً لفريق نجح لأن يكون الأقوى هجوماً من بين فرق الموسم الماضي ب 66 هدفاً كأقوى خط هجوم في دوري الخليج العربي بمعدل 2.5 المباراة الواحدة، وبنسبة تسجيل عالية جداً أيضاً في عدد المباريات بلغت 25 مباراة بنسبة 96.2%. تميز الجزيرة ظل حاضراً في بعض الصور رغم التغيير الفني الذي طرأ على الفريق، فكان أفضل الفرق في خاصية التمرير بمعدل 13010 تمريرات بدقة وصلت نسبتها إلى 86.8%، وظهرت قوة الفريق هجومياً بصورة أفضل في الأشواط الثانية من المباريات حيث سجل الفريق 41 هدفاً مقابل 25 هدفاً في الشوط الأول. في المقابل ظهر دفاع الفريق مهزوزاً شيئاً ما، إذ جاء سابعاً بين الفرق بعد أن اهتزت شباك الفريق 41 مرة في 21 مباراة.
الموسم الماضي عايض لم يكن موسم مرضي للجزراوية، لذلك صار التغيير الكبير والانتدابات الكبيرة. بداية الموسم كان الشكل جيد وكنا متفائلين صراحة وكنا سعداء، لأن الفريق ما كانت فيه استقطابات كبيرة، كانت حتى المستوى الأجانب كانوا لعيب مغمورين، خلينا نقول لك مش معروفين، ولكن مشينا بشكل جيد إلى أن كانت خلينا نقول لك نقطة تحول، يمكن ذهاب المدرب مارسيل كايزر إلى سبورتنج لسبون يمكن كان فعلا نقطة تحول. للأسف كنا في كانت الفارق بينه وبين شارد يمكن نقطة أو نقطتين، وكان الفريق يؤدي أيضا بشكل جيد، يلعب كرة قدم جميلة، كرة قدم هجومية، وبعدها يمكن صادفتنا ظروف إيقافات وإصابات في البداية من الدور الثاني تحديدا مباراة شباب الأهلي اللي ملعبنا لعبنا بدون مجموعة كبيرة 5 لعيبة أعتقد، وشي خسرنا 1-0 في آخر المباراة أو في الوقت الإضافي، فهذه كانت نقطة تحول في الموسم كله أنا أعتقد، وأثرت علينا وصلنا للمركز الخامس، وهالشيء يمكن هو اللي فعلا حاليا خلى يمكن الإدارة العليا يمكن ما قصرت. طبعا نحن نشكر سمو الشيخ منصور شكر كبير على دعم لا محدود، جميع الدعم هذا والانتدابات هذه ما كان نحن نقدر نسويها لولا دعم وتوجيه سمو الشيخ منصور، فنيابة طبعا عن كل الموجودين اللي في النادي وجماهير نادي الجزيرة نشكر سمو الشيخ منصور، وكان جماهير الجزيرة لهم يمكن حتى في السوشيال ميديا تفاعلوا مع الانتدابات ووجهوا يمكن أو سووا يمكن في هاشتاج خاص بسمو الشيخ منصور، ويظل هو يمكن الداعم الأول الحقيقي للفريق اللي متابع للنادي محب للنادي، وإن شاء الله أن نحن نرد ولو جزء بسيط من هذا يحملكم من دعم سمو الشيخ يحملكم منصور. مسؤولية لا شك اللي يشتغل مع الشيخ منصور لابد أن هدفه دائما يكون المركز الأول، ونحن ندري أن سموه ما يرضى إلا بالمركز الأول، والمسؤولية فعلا نحن هذا الشيء يحملنا ونحن نتحمل المسؤولية، وما عندنا مانع في يوم من الأيام نقول نحن غلطنا أو شيء، لكن إن شاء الله بإذن الله أن في نهاية الموسم نقدم لسمو الشيخ منصور الشيء اللي فعلا نقول هذا أقل شيء نحن نقدم لسمو الشيخ منصور، وهو إن شاء الله البطولات إن شاء الله بإذن واحد أحد. ما نشكر أي ما ننسى أيضا دعم أيضا وقفة الجميع تكاتف الجميع في إدارة النادي من نائب رئيس النادي معالي الدكتور سلطان الجابر وأعضاء مجلس إدارة النادي الشركة برئاسة سعادة محمد سيف السويدي، الكل يشتغل الكل يتابع، الأخوان اللي في اللجنة الفنية، الأجهزة الإدارية الفنية، أكاديمية النادي اللي تدعمنا دائما بالمواهب، جماهير الجزيرة اللي رغم الموسم الصعب لكنهم كانوا واقفين معانا. إن شاء الله أن السنة نتكاتف ونقدم موسم يليق إن شاء الله باسم الجزيرة إن شاء الله. عايض بالانتدابات والأسماء يعني اللي موجودة زين، ما عندكم أي خيار ثاني يعني الأسماء هاي ما عندكم أي خيار ثاني عايض تقول لا تقولي بنافس على البطولة لا ما قلت بنافس، أنا قلت إن شاء الله بعد في نهاية الموسم بنهدي البطولات للشيخ منصور، هذا الكلام كان واضح أنت بس المنافس هذه من عندك، أنت تحب تسوي مشاكل يعقوب أوكي أنا كلامي واضح أوكي حلو هل كلام المباشر لا واضح الكلام واللعيبة والانتدابات الحالية الفريق الأول الكل متحمل مسؤولية والكل يعرف حلو الهدف المطلوب منه إن شاء الله، والأسماء هذه ما يجتمعوا على أساس يسوون شيء ثاني غير أنهم يفوزون ببطولة. عايض بسألك سؤال، بصفتك لاعب سابق تواجد أسماء كبيرة من النجوم كيف ممكن أنه يساعد يعني أن فريق يملك كل اللاعبين نجوم اللي موجودين كيف ممكن يساهم أنه ان الفريق يحصل على بطوله؟ شوف اكيد ان انت عندك هذا عامل يمكن مساعد او عوامل يمكن عناصر اساسيه، انت كل ما كان عندك كواليتي افضل كل ما كانت فرصتك في الفوز اكبر، ولكن كثره النجوم لها ايضا تحتاج الى اداره النجوم هذا صح، سواء من قبل الجهاز الفني من قبل الجهاز الاداري مجلس الاداره كيف انت تتعامل معهم، يعني خلينا نكون واقعيين في كرة القدم إذا عندك في فريق في 25 لاعب
لا يمكن التعامل معهم بنفس الاسلوب. صحيح. ما نبغى نكون مثاليين كثير، لكن لا يمكن انك تتعامل معهم. فيجب انك انت تعرف كيف تسيطر على هؤلاء النجوم. اول من يعني يسيطر على هالشيء هم اللعيبه نفسهم. يجب ان يكون في قائد او اثنين هم اللي يقودون المجموعه هذه. لا تترك المجموعه هذه انها توزع بين الى ثلاثه واربع مجموعات. هناك قائد واحد في الفريق هو اللي، ثانيا عمل المدرب والجهاز الاداري الموجود يوميا مع الفريق. هذا اللي بعد يعني لهم دور كبير في كيفيه اداره المجموعه هذه، في كيفيه السيطره على المجموعه هذه، في كيفيه وضع النظم ولوائح انضباطيه بحيث ان اللعيبه كلهم يلتزمون بها. اولا بقبول وحب من اللاعب نفسه، وثانيا ايضا بشخصيه وقوه القائد هذا سواء اللاعب او الاداري او المدرب. فالموضوع مش سهل، ولكن اعتقد مفروض ان الشباب يملكون الخبره سواء الموجودين في النادي في كيف انهم يمكن يتعاملون مع مجموعه من النجوم بهالحجم. وسبق ان نحن في 2009 10 11 كان صراحه فريق عباره عن مجموعه نجوم، ولكن الحمد لله قدرنا نطلع ببطولات في هذه الفتره. لا ارجع اقول لك التعامل معهم مش سهل، لا حد يتوقع انه سهل، حاجه الى شخصيات معينه تقود المجموعات هذه. وانا عارف بعد ان اداره الجزيره وقيادات الجزيره مهتمين بالفريق ومهتمين ايضا بالجمهور. انا عارف ان في مبادرات كثيره. نعم. لجمهور الجزيره او للجمهور اللي بيحضر مباريات الجزيره في اسلوب مختلف تماما للحضور الجماهيري، في اشياء جاذبه للاستاذ محمد بن زايد. هذا الموسم هناك مفاجآت كبيره للي حاب يحضر مباريات الجزيره هذا الموسم، هل صحيح؟ لا، مثل ما ذكرت لك الاهتمام اللي كان في الفريق سواء من سمو الشيخ منصور وايضا معالي الدكتور سلطان الجابر وسعادة محمد سيف السويدي، أيضا كان فيه اهتمام بالجمهور، وكان فيه توجيه واضح بأن كيفية أن نحن نزيد الحضور الجماهيري في نادي الجزيرة. وحاليا فيه عمل أيضا لتشكيل إعادة تشكيل مجلس الجماهيري إن شاء الله لنادي الجزيرة، وإن شاء الله يكون قريب التشكيل، بيكون في اجتماعات إن شاء الله مع المجلس الجماهيري، وفي مبادرات أيضا لعملية جذب الجماهير بعيد عن موضوع اللي نحن متعودين يمكن الجوائز، قد يكون الجوائز جزء بسيط منها، ولكن ايضا في مبادرات ان شاء الله تسويقيه ان شاء الله تسمعون عنها قريب ان شاء الله. راح يكون فيه حفل كبير ان شاء الله لتقديم اللاعبين والفريق، بيتم الاعلان عنه ان شاء الله ايضا قريب، وتقديم ايضا حتى طقم الفريق الجديد. واعتقد ان السنه راح يكون فيه حضور ان شاء الله جماهيري مميز يوازي الاستقطابات ويوازي اسم الفريق الحالي صراحة. حلو، المفروض أن تكون الأندية كلها تنهج هذا النهج، الاهتمام بالجمهور مثل ما أنت تهتم بالفريق. نعم. بعد تهتم بالجمهور وبالحضور هي منظومة واحدة كلها، منظومة واحدة كلها يعني، سواء الفريق المشجع الدكتور. صح. لا بد أن الكل أن يكون في وضع الطبيعي. نحن طبعا ما ندعي ان نحن نسوي كل هالشيء، كنا نحن كانديه يمكن متساويين في امور كثيره ومتشابهين، وكنا يمكن يعني اخوان ونعرف بعض وكنا تفاصيلنا متشابهه يعني، ولكن نتمنى ان شاء الله في يوم من الايام ان نحن كل واحد ياخذ من النادي الثاني الشيء الايجابي، وان نساعد بعض مع سواء في بامور خاصه او حتى في ورش عمل كيفيه ان نحن نطور من كره الامارات سواء المنافسات المحلية أو المنتخبات. أعتقد دور اتحاد كرة القدم ورابطة المحترفين كبير في هالمجال، والشباب اللي في الموجودين فيهم الخير وعندهم القدرة طبعا على أنهم يمكن يتابعون أو يسوون مثل هالورش التنظيمية أو حتى خلنا نقول العصف حتى ذهني رياضي، أن كيف نحن نطور رياضتنا، لأن في حاجة فعلا إلى أن أفكار جديدة. كيف نحن عندنا مشكله الجمهور واضحه يمكن كبيره في الدوله كلها يعني، ما حد يقدر يقول انا عندي جمهور يحضر ويدفع ويشتري تذاكر ويروح للفان ستور ويشتري الملابس او مستعد انه يدفع السيزن تيكتس او شيء.
لا بالعكس، نحن كنا متشابهين في هالشيء، متأملين طبعاً أن نحن كيفنا، نحن محتاجين الأفكار الكل، لأن تطور العين أو الوحدة أو أي نادي ثاني يضغط الأندية الأخرى الجزيرة أو غيرها على أساس أن نحن لا، نحن لازم نتطور. تطور الجزيرة أو مستوى الجزيرة يضغط الأندية الثانية والخميطة، فهذا هو التنافس. لكن نحن نبقى بعد حتى الأفكار الثانية اللي هي أمور التسويقية الجماهيرية، حتى هذه الأمور ياليت أن نحن أيضاً نتشارك فيها. صح، لأنها في النهاية في صالح عام، وهذا الهدف الأساسي اللي لابد أن يكون عند الكل. الصالح العام هو الهدف الأساسي في النهاية، صدقني. يعني أعطيك مثال، بايرن ميونخ في يوم من الأيام دفعوا دين على بروسيا دورتموند، لأنه كان قبل كم سنة، لأنه كان ممكن يهبط درجة ثانية بعقوبات مالية، ما كان عندهم بروسيا دورتموند المبلغ هذا. بايرن ميونخ حسوا أنه بيتأثرون لو نزل فريق بحجم دورتموند، والدوري كله يتأثر، لأنت شفت جماهيرية دورتموند. دفع إدارة بايرن ميونخ، دفعوا هالشيء، وفي النهاية الاثنين اليوم من أكبار القوم في أوروبا، في أوروبا كلها. فعموما مثل ما أقول لك، الصالح العام هو اللي يجب أن يكون هدف للكل. في نهاية هذا الجزء الأول من حلقة الليلة من سكوب، نود بالتأكيد أن نشكر ضيفنا الكابتن والأستاذ عايض مبخوت، عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة. أنا أشكرك شكر خاص، أشكرك مو لأنك بس موجود هنا، أشكرك لأن أنت دائما متجاوب معنا. العفو، أنا أشكركم صراحة على دعوتكم، وإن شاء الله أن يكون في تعاون إن شاء الله دائما بين الجزيرة وبين جميع وسائل الإعلام بإذن الله. نتمنى إن شاء الله لكم التوفيق، إن شاء الله أنكم إن شاء الله تغطون الدوري بشكل مميز كعادة أبو ظبي الرياضية، وكنا ثقة فيكم، وأي شيء تحت في نادي الجزيرة نحن حاضرين وتحت الأمر إن شاء الله. ما تقصرون دائما، ما تقصرون، أتمنى لكم كل توفيق. شكرا، شكرا. فاصل مشاهدينا الكرام، ثم نعود إليكم لمواصلة حلقة الليلة. تابعوا كأس سوبر الخليج العربي على أبو ظبي الرياضية. كأس محمد السادس للأندية الأبطال، الإسماعيلي المصري يقابل الأهلي بنغازي الليبي في ذهاب دور الاثنين وثلاثين. كأس محمد السادس للأندية الأبطال على أبو ظبي الرياضية. في الأسبوع الأول من دور الخليج العربي، النصر يستضيف الوصل. دور الخليج العربي في هذه الأوقات على قناة أبو ظبي الرياضية. مجموعة مميزة من أبرز برامج أرشيف اليو اف سي، أجمل القصص والتقارير لأبرز المقاتلين القدامى والجدد، كواليس ومقابلات والمزيد. يو اف سي توب 10، يو اف سي ذا ألتيميت فايتر، يو اف سي جريتست فايتس، حصرياً على تطبيق UFC Arabia. حمل التطبيق الآن.
نجدد بكم الترحيب مشاهدينا الكرام في فقرتنا الخاصة بتفاعلاتكم عبر حساب قنوات أبوظبي الرياضية وبرنامج سكوب. وفي سؤال طرحناه: ما هي أبرز صفقة أتمها الجزيرة ولماذا؟ جاءت الإجابة الأولى أكيد عمر عبد الرحمن، مضيفا المغرد: الجزيرة يحتاج لمدرب سوبر على حد وصفه، وسمى نفسه بالاستثنائي وعرف عن نفسه بهذه الطريقة ليكمل تغريدته وليقول: اللي يعرف كيف يدير المجموعة في الفريق، ملمحا باسم زلاتكو. وكلنا نتذكر بالتأكيد المدرب الكرواتي الذي قاد الإدارة الفنية لفريق العين سابقا. فيما يرى مدرب آخر أن البرازيلي كينو هو الصفقة الأبرز، كونه لاعبا ممتاز وقوي ومهاري، مضيفا: أتوقع بأن يكون قنبلة الموسم فعلا. ومشيرا إلى أن صفقة عموري أيضا مميزة، لأنه بصفة لاعب عالمي ومحترف ويوفر على الفريق خانة أجنبي، خالصا بالقول إلى أن هاتين الصفقتين الأقوى فنيا وإعلاميا. ونتابع مع تغريداتكم، وهناك من يرى أن باتنا وسيريرو إلى جانب كينو وعموري هما أفضل صفقات الفخر لأسباب عدة، ومن أبرزها يمتلكون الخبرة الكافية التي كانت تنقص الجزيرة في المواسم الماضية، مستطردا: الجزيرة مرشح فوق العادة على لقب الدوري، وهو الأوفر حظا للفوز بالدوري، متمنيا فيما تبقى من وقت استقطاب ظهير أيسر وجناح أيمن مواطن. أما منصور اليافعي فيقول: كل من يرتدي شعار الفخر يجب أن يثبت نفسه، وجميعهم بارزين، الصفقات جميعا مميزة وناجحة دون استثناء، والأسماء السابقة أيضا، وانظر في تشكيلة المنتخبات الوطنية تجد أن الفخر الرافد الأساسي. يقول الحسني: بالنسبة إلي كينو وعموري يتشاركان في الصفقة الأبرز، فالأول لاعب سوبر وصاحب إمكانيات كبيرة ومهاراته عالية تصنع فارقا مع أي فريق، والثاني، ويقصد به عمر عبد الرحمن، فاسمه يتحدث عنه وليس غريبا علينا، وإن شاء الله اللاعبين يوفقان. ومن المغردين أيضا هناك شخص يرى حاجة الجزيرة لظهير أيسر، وأن يلعب سالم راشد كظهير أيمن بحكم أن قدمه المفضلة هي القدم اليمنى، وعليه وبحكم تشكيلة الفريق من لاعبين فإن الجزيرة قادر على الفوز ببطولة الدوري. ونتابع مع تغريداتكم، ويقول مصطفى الجزراوي: الواضح وبعد التعاقدات المحلية المدوية يعتبر الجزيرة المرشح الأوفر حظا في معانقة الدرع، لكن بحاجة إلى التكاتف من جميع العناصر، من إدارة وإدارة فنية وجماهير، والذهاب بكل قوة من أجل تحقيق الهدف. ونتابع معكم مشاهدينا في استطلاع الرأي، وكان سؤالنا لليوم في هذا الاستطلاع: هل الصفقات الجزراوية الجديدة قادرة على صنع الفارق وقيادة الفريق للتتويج باللقب؟ الإجابات كما تروا كانت متفائلة، و 58% يرون بنعم بأن الجزيرة قادر على ذلك، 42% من شاركوا بهذا الاستفتاء يرون بأن الجزيرة للأسف غير قادرة على الوصول إلى لقب الدوري هذا الموسم. إلى هنا نكون قد انتهينا من فقرتنا وتواصلنا معكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. سنكون بفاصل قصير ونعود لنكمل سكوب مع يعقوب السعدي. مواجهة مثيرة بانتظاركم على استاد المكتوم. الشارقة بطل دوري الخليج العربي، وشباب الأهلي بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، يسعيان لزيادة رصيدهما من الكؤوس والألقاب والظفر بكأس سوبر الخليج العربي. كأس سوبر الخليج العربي على أبوظبي الرياضية.
كأس محمد السادس للأندية الأبطال. النصر العماني ضد الجزيرة الإماراتي في ذهاب دور الاثنين وثلاثين. كأس محمد السادس للأندية الأبطال على أبوظبي الرياضية. نواصل الحديث مشاهدين الكرام في حلقة سكوب وفي هذه الفقرة. الآن معنا المدرب الهولندي يورغن ستريبل وهو مدرب فريق الجزيرة. نحن سعيدين كابتن بوجودك معنا اليوم من خلال هذه الحلقة. شكرا جزيلا. وصلت إدارة نادي الجزيرة إذن اعتمادها على المدرسة الهولندية في قيادة فخري أبوظبي وتعاقدت مع المدرب الهولندي يورغن ستريبل، وهو رابع مدرب هولندي يتولى تدريب الجزيرة في آخر ثلاث مواسم. فكرة عن مدرب الجزيرة من خلال هذه القراءة. يورغن ستريبل ذو 50 عاما، الهولندي ذو الحس العالي، قائد كتيبة فخر أبوظبي في هذا العام، يدشن الموسم الجديد وكل شيء بات جاهزا لهذا المدرب. فالإدارة الجزراوية وفرت له كل سبل العمل في أجواء مميزة، بداية من المعسكر الخارجي الذي كانت بصمة المدرب فيه واضحة جدا على كل خطوط الفريق من الدفاع حتى الهجوم. الهولندي يعتمد على التوازن ويمتلك قدرة هائلة في قراءة المباريات بحسب نظرة الكثير من الخبراء، وما وفرته له الإدارة في الجزيرة أمر بالتأكيد سيساعد يورغن ستريبل في الذهاب بعيدا بفريق مدجج بالنجوم الأجانب والمواطنين الذين يمتلكون خبرة واسعة في خوض غمار المباريات الدولية ويعرفون التعامل مع دورينا لتواجدهم فيه لسنوات طويلة. المدرب الهولندي يحمل على عاتقه آمال الجزراوية، فهو عازف الأوركسترا في هذا العام، وهو من سيعد الخطة في كل مباراة لعبورها بنجاح. فلا مجال مع الدريم تيم بالتوقف أو التعثر في جولات الدوري، ويعي يورغن هذا الأمر جيدا. فهل سيكون ذو 50 عاما رجل البطولة الأول مع انتهاء دورينا؟ نحن في انتظار ما سيحدث مع يورغن ستريبل. سعيد بوجودك معنا. قضيت فترة بسيطة في الجزيرة، الفريق خاض 3 مباريات لم تكن بالنتائج الجيدة بالنسبة لفريق الجزيرة، ولكن هناك غيابات كثيرة لديك. ما هو الانطباع اللي تكون لدى يورغن ستريبل عن
الكرة في الإمارات، عن الجزيرة، عن المنافسات في 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 في, في هنا في الإمارات. شكرا على توجيه الدعوة. وإلى حد الآن التجربة كبيرة وجيدة. ابتدينا من 22 يوليو، بدأنا أيضا في هولندا، معسكر في هولندا كنا نستعد هناك، ثم جاء الدوليون بعد خمسة أيام، ثم منذ أسبوعين أصبح لدينا اللاعبين الدوليين جاءوا إلى التحقوا بالفريق. نعم صعب لأنه كل يوم هناك فريق جديد، لاعبين شبان، لاعبين الدوليين يغيبون، لذلك كل يوم هناك قتال مع إيجاد. هذا الشيء اللي موجود في الجزيرة موجود مع أندية كثيرة، خاصة الأندية الكبيرة معظم لاعبينها في المنتخب. إذن الوضعية ليست بالنسبة للجزيرة فقط أن اللاعبين الدوليين غير موجودين وخرجوا من معسكر، على معظم الأندية. ولكن ليس ما ذكرت، لا أتحدث عن النوادي الأخرى. أنت سألتني عن الجزيرة وأنا أتحدث عن الجزيرة، لا أتحدث عن النوادي الأخرى، أتحدث عن الجزيرة فقط، لذلك لا أفهم هذه الملاحظة. لأنه أنا فهمت أنه ممكن يكون عذر بالنسبة للجهاز الفني أن اللاعبين الدوليين غير موجودين، لأنه هو مش استثناء أنه الجزيرة اللاعب الدوليين غير موجودين، هو موجود على الأندية كلها الوضع. بس هذا واقع موجود بالنسبة لك. أنا أسمعك، ممكن تكمل، وآسف أني قاطعتك. لا هذا نفس الشيء في هولندا، وأنا يعجبني هذا، ليس هناك أي مشكل. أنت تسألني كيف كانت انطباعي الأول عن كرة القدم، وكنت أجيب. وفي ثلاث أسابيع كنا في هولندا، كان رائعا جدا العمل أيضا، وحتى نتعرف على اللاعبين أيضا، وكان هناك عقلية جيدة وروح جيدة في الفريق، وإلى حد الآن أنا سعيد. ثم عدنا إلى أبوظبي، وتعرفون أنا كنت لما كنا بعيد، ولكن الطقس حار جدا للعب، ومنذ يومين أمام العين أيضا كانت فعلا طقسا حارا، كنا نتمشى على الميدان تقريبا، وكان صعبا جدا، لذلك لابد أن يكون كلهم جاهزون من الناحية البدنية، وهو الذي قمنا به قبل بداية الموسم، وإلى حد الآن لعبنا ثلاث مباريات، وأنا سعيد جدا مع شبان، لاعبين شبان أيضا، وكانوا مطالبون بأن يبرهنوا، وأنا لست سعيدا بالنتائج، ولكن هذه الطريقة التي حصلت، لابد أن نؤدي ونلعب بما هم متوفر لدينا. نتحدث عن اللاعبين الذين لم يأتوا وليسوا تحت مسؤولية حاليا، ولكن علينا أن نؤدي، علينا أن نلعب، ولا نجد أي أعذار لذلك، ولكن هذا ما قمنا به. والآن غدا أعتقد أن هناك مباراة المنتخب، ثم يعودون اللاعبون إلى الفريق، واللاعبين الذين سنرى من سيلعب، من هو متوفر، من هو جاهز للمباراة الأولى في الدوري. كابتن، بصراحة بواقعية جماهير الجزيرة من النتائج اللي كانت متخوفين قلقين، النتائج لم تكن جيدة بالنسبة لهم في كأس الخليج العربي المباريات الأولى. النتائج اللي لعبت، خسارة من العين، قبل ذلك خسارة من شباب الأهلي. نعم بالطبع هذا ليس جيد، ولكن كما ذكرت أنت وكما ذكرت أنا لا أريد أن أجد أعذارا، وهو لن أقوم به، لذلك النتائج قلت هي مخيبة للأمال للجميع، ولكن علينا أن نرى ما هو متوفر لدينا حاليا وكيف يمكن أن نطور اللعب والآداء، ثم سنكون هناك في أول أسبوع للدوري. الجزيرة كابتن استحوذ على التعاقدات الكبيرة في الموسم. الجزيرة الآن يملك
أفضل اللاعبين المحليين في 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 دولة الإمارات بتعاقدات كبيرة، يعني 7 صفقات ما بين لاعبين أجانب ولاعبين محليين على مستوى عالي. هذا يشكل ضغط كبير على الجهاز الفني، إن مطالب الفريق مطالب إنه يحقق بطولة الدوري، ما في خيار ثاني مع الانتدابات اللي كانت. كيف ترى هذا المهمة بالنسبة لك؟ We want to win every game. كل مباراة، ولذلك الضغط ليس فقط على الإعلام أو ما إلى ذلك، أنت مع نفسك، كل لاعب وكل عضو في الفريق وكل واحد ملتزم بالعمل في الجزيرة لا عليه ضغط. لذلك الضغط هو بين أنفسنا مع أنفسنا، بالنسبة للخارج ما هو خارج عن النادي لن نهتم كثيرا ولا يضعنا ذلك تحت ضغط. الضغط موجود فينا نحن، وكما ذكرت لدينا النجوم الكبار، وما قمتم به في الماضي خلاص انتهى، والآن عليك أن تقدم، أن تبرهن. إذا كنت من الأوائل أو الآخرين لابد أن تنظر إلى المباراة القادمة. هذا هو، يمكن أن تكون لديك أسماء كبيرة والأسماء تأتي بعض الأسماء الكبيرة لا تأتي بالألقاب، ولكن تفوز بالمباريات. يمكن أن تكون هناك لاعبين أو ثلاثة، وهذا مهم جدا بالنسبة لنا أن يكون كل فرد من اللاعبين يكون نجما كبيرا كما ذكرت، ولكن لابد أن يكون الفريق جيد كمجموعة. لا يمكن أن نفوز ب 11 لاعب على الفريق، ولكن وليس 11 من الذين يعملون بجهد. لابد أن يكون هناك خليط، وكل واحد مطالب بالقيام بمهمته بعمله، ثم بعد ذلك نفوز مباراة وندخل مباريات أخرى، وذلك ننظر إليه مباراة يوما بعد يوم. وهذا هو هدفنا الأساسي بالنسبة لي كمدرب، ونحن كطاقم فني أيضا هو الهدف. وهناك لابد من أن هؤلاء النجوم الكبار أن نصنع فريقا كبيرا. تواجد نجوم كبار هل هو شيء إيجابي في فريق واحد؟ أوكي، أنت تقول لي النجوم ليس بالأسماء، ولكن النجوم بناء على ما يقدمونه في الملعب، كلامك واقعي وصحيح، لكن أنا أتحدث عن أسماء لها مردود كبير في السابق. أوكي، مع الجزيرة شو بيقدمون هذا موضوع آخر، لكن وتواجد أسماء كبيرة في فريق واحد هل هو شيء إيجابي؟ أنت كمدرب تسعد أن فريقك في نجوم، في أسماء مميزة؟ إذا يقوموا بعملهم نعم أنا سأكون سعيد. لديهم أن يقوموا بعملهم، لابد أن يؤدوا، إذا لا يؤدون كيف بالنسبة لي أنا سأتخذ قرار. ولكن أعتقد أن بالنسبة للنجوم الكبار ربما لدينا 25 نجم كبير، ليس هناك، لأن هناك مجموعة الفريق وكلهم لديهم نقاط جيدة، وأعتقد أن هناك بعض اللاعبين لديهم نقاط لابد أن يتطوروا فيها، ولكن نصدر بالنتائج. ثم في ريال مدريد هناك ماذا فازوا في السنة الأخيرة والسنتين الأخيرتين؟ ربما تشامبيونز ليج. الأسماء لا تحقق الألقاب، هذا أهم جملة يقولها المدرب يورغن. لكن هل حصل لك الفرصة أنك تعرفت على إمكانيات اللاعبين اللي معك ولا بعد؟ هل شفت إمكانيات هل صار لك الوقت يعني في المعسكر أو هنا أنك تشوف الفريق كله وإمكانياتهم، أو الظروف اللي صارت ما خلت تتعرف على الإمكانيات اللي موجودة معك؟ لا أريد أن تكون أعذار، ولكن بعض اللاعبين شاهدتهم لـ3 أيام، في 3 أو 4 أيام ما يمكنك أن تفعل معهم. شاهدت بما يكفي من اللاعبين، وشاهدت بعض الفيديوهات ومباريات من الموسم الماضي، وبالنسبة لنا أن نقارن مع بعض وحتى نرى كيف نصنع فريقا حتى نتطور يوميا.
هذا ما الذي لا نقوم به لحد الآن، ولكن نحن فخورون أن يكون لدينا 17 لاعبا، 70 لاعب ليسوا متواجدين هؤلاء اللاعبين، ولكن نحن فخورون بأن إذا كانت هناك أي أعذار، ولكن نراه شيء جيد أن يكون لدينا هؤلاء اللاعبين، لدينا لاعبين شبان شاهدتهم يعملون وقدرات للعب جيدة، لديهم نوعية نحتفظ بهم وإلا سنسرحهم، ولكن أعتقد أنه بالنسبة لنا نبني الفريق، والأسبوع القادم لدينا مباراة. أنت سعيد باللاعبين الشبان اللي موجودين واللي يخرجون من الأكاديمية اللي شفتهم؟ سعيد بالإمكانيات اللي موجودة باللاعبين الصغار؟ بالنسبة لي الشبان نعم لديهم النوعية حتى يصبحوا لاعبين جيدين، هم لم يصلوا إلى ذلك، أنا لا أعتني بذلك، ولكن هناك بعض 16 لاعبا هم متواجدون، وما قمنا به في المباراة الأخيرة تقريبا 6 أو 7 لاعبين من الشبان فعلا، وقد برهنوا على أنفسهم، ربما هذا هو الأهم، أنا سعيد بذلك بالنسبة لهؤلاء الشبان. نعم شاهدت نوعية جيدة. للاستعداد الجيد لموسم شاق وطويل، حطت قافلة فخر أبو ظبي الرحال في معسكر في بلد الطواحين الهولندية، في بلد الطواحين الهوائية هولندا. كيف استعد الفريق لامتحان هذا الموسم؟ ما هي ظروف التحضيرات قبل بداية الجديات؟ الموسم الماضي أنهاه في المركز الخامس، وهو ترتيب لا نخاله يرضي ظمأ العائلة الجزراوية. ولتقديم مستوى يليق بطموحات الفريق، واصلت إدارة النادي التعاقد مع المدرسة الهولندية، وتم التعاقد مع الفني يورغن ستريبل القادم من بلاد يوهان كرويف، ربما حرصا من المشرفين على الفريق على توفير عنصر الاستقرار ومواصلة الاعتماد على المدرسة الهولندية القائمة على التوازن واللعب الجماعي وتقديم الكرة الممتعة. وللاستعداد الجيد لموسم شاق وطويل، حطت قافلة فخر أبو ظبي في معسكره في هولندا. ولضمان النجاح كان لابد من التعاقد مع لاعبين كبار، وبالفعل تم التعاقد مع البرازيلي كينو قادما من بيراميدز المصري، والمغربي مراد باتنا ابن أخادير الذي يمثل إضافة كبرى لفخر أبو ظبي. فريق الجزيرة تعاقد أيضا مع عامر عبد الرحمن، لكن أبرز الأخبار التي أفرحت الجماهير الجزراوية تعاقد فريق العاصمة مع عمر عبد الرحمن القادم من الهلال السعودي، وهي الصفقة التي مثلت أكبر المفاجآت الرائعة لأنصار الفريق. كذلك تعاقد الفريق مع الجنوب إفريقي سيريرو قادما من فيتسا الهولندي، تعاقدات من شأنها أن تمثل إضافة كبيرة للفريق الذي يطمح هذا الموسم لتقديم أروع المستويات. في معسكره التدريبي في هولندا خاض الفريق لقاءات ودية مثلت أحسن اختبار للفني الهولندي للوقوف على استعدادات الفريق لبداية الموسم. بتعاقدات كبيرة ومعسكر في بلاد الطواحين الهوائية، يطمح الجزيرة للعب الأدوار الأولى هذا الموسم. فكيف سيظهر الفريق في مختلف المسابقات في انتظار ضربة البداية لدوري الخليج العربي؟ يورغن، شفنا التقرير عن المعسكر،
كيف كان المعسكر ومدى رضاك عنه وعن الإعداد للموسم؟ لمدة 3 أسابيع وكان الشباب كان لديهم عطلة طويلة ولذلك كان شيئا في ذهني حتى أستعد بالنسبة لهذه الأسابيع 3 وأعتقد أن 90% حققنا مما نريده وتدربنا عليه ولكن جيدا لذلك الظروف كانت جيدة جدا وذكرت أيضا الشباب كانوا يتدربون بطريقة جيدة وعملنا مع بعض وكنت سعيدة بهذا المعسكر. بماذا تعد جماهير الجزيرة يورغن الموسم الجديد؟ بماذا تعدهم؟ أنت كرئيس للجهاز الفني أقول أن أهم شيء في وجهة نظري أن بهؤلاء اللاعبين لابد أن نقاتل يومياً وفي كل مباراة في كل دقيقة حتى نكون ناجحين لنفوز بالمباريات. هذا الذي أمكن أن لكن أتمنى بأن نقدم كل مباراة خارقة للعادة لذلك أريد أن أكون فخورا من الجزيرة والذي يمكن أن أعد به أننا سنعمل بجهد كل يوم وعليهم أن يمنحوننا بعض الوقت حتى تكون هناك الآليات متوفرة في الفريق ونحن نعمل على ذلك كل يوم ولذلك أريد أن أكون فخورا بالفريق. قبل أن تغادرنا سنذهب أنا وأنت مع اللاعبين الموجودين هناك للحظة ثم بعد ذلك تغادر كابتن. ما you know them. I know them. أعرفهم نعم. What you can say for them? What put the telephone away. Yeah. يبعدوا الهواتف من أمامهم أول شيء. No. شو تطلب من اللاعبين قبل بداية الموسم وعموما اللاعبين الموجودين عندنا اليوم محمد فوزي ومسلم وعبد الله رمضان موجودين معنا في 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 الاستوديو. الكلمة اللي توجهها للاعبينك للاعبي الجزيرة كلهم من خلال اللاعبين الموجودين معنا في الاستوديو كابتن. لهؤلاء 3 اللاعبين لكل اللاعبين الجزيرة من خلال الثلاثة. ماذا سأقول؟ يعرفون ممكن أن تسألهم ماذا قلت لهم أصلا أريدهم أن يقاتلوا ويعملوا كل يوم بجهد حتى يتطوروا ونريد أن نفوز بكل مباراة وفي كل بطولة سنخوضها ولكن باللاعبين المتوفرين أنا لا أتحدث عن اللاعبين الغير موجودين ولكن بالنسبة للمباراتين الأخيرتين هم الأكثر خبرة وعليهم أن يهتموا باللاعبين الشبان الذين أقحمناهم وهذا الذي حاولناه حتى نقوم بنقدم موسما جيدا. محمد فوزي شو الكلمات اللي دائما يورغن المدرب يوجهها لكم قبل بداية الموسم ودائما يصر عليها ويوجهكم فيها؟ والله في وايد أشياء طبعا المدرب يعطينا إياها. هو طبعا إنسان يحب الكواليتي ويحب الشغل اللي يكون بمجهود وأهم شيء أن أنت اليوم مثلا حتى لو في التمرين تطلع من التمرين مستفيد ففي الاستفادة هذه ماتي بالتركيز ومن ثم تعطيه الطاقة اللي هو يبغاها فهذا الشيء يكون إيجابي بالنسبة له. أما عن المباريات في نفس الوقت أن أنت اليوم نفس ما قال هو أن إحنا اللعيبة يعني الأكثر خبرة في الفريق علينا أن إحنا نساعد اللاعبين الصغار ونكون مثلا اليوم الداعم الأساسي لهم أنهم يكونون عند حسن ظن المدرب فيهم. مسلم شو الأشياء اللي يحرص عليها المدرب فيكم أنتم؟ دائما يتكلم عن النظام. ما في تقريبا فرق من بين الصغير والكبير ودائما يتكلم عن الأشياء الإيجابية. هو قال لي في اللقاء
أنا ما تهمني الأسماء، يهمني منو يعطي في الملعب، هذا مهم عندي. طبيعي. هذا أهم شيء عندي، إن منو يلعب، منو اللي يقدر يعطيني في الملعب. بالعكس هذا الشيء إيجابي للاعبين، وهو كمدرب أكيد عارف الأسماء اللي موجودة عنده، فأكيد لكل مجتهد النصيب. في الأخير فيه ما نقول 11 لاعب، نقول 23 لاعب لازم يقاتلون. عندك أنت يمكن موسم طويل، فأعتقد بيكون موسم إيجابي إن شاء الله. عبد الله رمضان، أنت واحد من الأسماء اللي أثبت نفسه في الفترة الأخيرة، وأعتقد المدرب بدأ يعطيك فرصة أكثر، صح؟ كيف تقدر تستغل هذه الفرصة عبد الله؟ طبعا أنا أحاول أني أستمر على نفس المستوى اللي كنت فيه، وأشكر المدرب. طبعا المدرب ما يعطيني أنا بس الفرصة، المدرب يحاول يعطي جميع اللاعبين الفرصة، ويحاول يعطي اللي يعطيه في التمرين يعطيه الفرصة أن يشارك في المباريات، وإن شاء الله أطمح أني أستمر يعني في المستوى. كابتن، أنا سعيد جدا بوجودك معنا، أعرف أن عندك تمرين بعد شوي، ومستعجل عليهم أنهم لازم يروحوا عندك التمرين، صح؟ They have to be on time, man. لابد أن يكونوا في الوقت. They will be on time. They will be on time. And one thing I وشيء آخر ربما سأضيفه وحول سؤالك أيضا للاعبين. أنا أريد طاقة دائما، وإلى حد الآن يقدمون كل الطاقة التي لديهم، وأعتقد سنقدم موسم كبير. Good luck, coach. Thank you very much. Good luck. Thank you. Washing time, man. يضم فريق الجزيرة عديد من اللاعبين المواطنين الذين يأملون نحت أسماءهم في فريق كبير، يحلمون بالتتويج مع الفريق ورفع الألقاب. فكرة عن اللاعبين المواطنين في نادي الجزيرة، ثم نواصل الحديث، ابقوا معنا. مجموعة وطنية من فئة السبعة نجوم، بل هو الفريق الذي يصعب على الفرق تجاوزه هذا العام. ففي ظل وجود علي مبخوت نجم الهجوم الجزراوي، والقادمين الجدد عامر عبد الرحمن الارتكاز الصعب، وعمر عبد الرحمن وفارس جمعة، ومجموعة رائعة من اللاعبين الذين يراهن عليهم أبناء الفخر هذا الموسم، سيكون من الصعب أن تخرج الفرق من معقل الجزيرة بنتيجة إيجابية في ظل وجود كوكبة تمتلك خبرة واسعة ومهارة عالية وتجارب واسعة في ملاعبنا. فالجزيرة هذا العام ينشد البطولة، ولا حديث غير ذلك يدور في البيت الجزراوي، وكل المؤشرات تشير إلى ذلك الأمر. فصيف الجزيرة كان ساخناً بل مفاجئاً للشارع الرياضي لما حملهم من قوة في التعاقدات. فخر أبوظبي لن يكون سهلا هذا العام، فالخطوط متزنة من الحارس إلى رأس الحربة، والتفاؤل يظهر متجليا في عيون العشاق قبل خوض غمار البطولة على أرضية الميدان. فهل يستثمر أهل الجزيرة كل هؤلاء النجوم لحصد الألقاب، أم أن هناك حديث مغاير؟ الأيام كفيلة بمعرفة الإجابة في دوري لا يعترف إلا بمن جد على البساط الأخضر. سلم فايز، بسألكم كلكم نفس السؤال. السنة الجزيرة وضعية مختلفة، السنة الجزيرة كل الناس كل الأنظار ترشح الجزيرة، وما ترشح الجزيرة من فراغ،
في عمل صار كبير في الفريق، في تغييرات كبيرة، في نجوم موجودين، يعني أكثر فريق في أسماء وفي نجوم اليوم الجزيرة، بناء على هل الحديث على اللي صار الناس كلهم يرشحون الجزيرة إنه مو بينافس على الدوري. يعني اليوم عايض مبخوت عضو شركة كرة القدم أسأل يقول إحنا ما بننافس على الدوري، إحنا بنجيب الألقاب، وكلامه مبني لوجودكم أنتوا، أسماء كبيرة في الجزيرة موجودة، الوضع اختلف عن اللي قبل. هذا ضغط، هذا مسؤولية، شو تقولون عنه؟ والله أنا بالعكس، هاي ثقة، ثقة من الإدارة في اللعيبة، أعتقد بيكون شيء إيجابي وشيء. إحنا لازم ننافس على كل البطولات ونمشي على نهج الإدارة، أكيد دام هاي طالبنا بالبطولات فأكيد نحن نطمح لهالشيء. عندنا منافسات فنقدر نحققها بمنظومة الفريق وبالعناصر اللي موجودين، فنقدر نطلع إن شاء الله بالشكل الإيجابي. محمد فوزي، نفس المحور، الجزيرة اليوم أنتم كلكم أسماء ونجوم، يعني ما في أي عذر للفريق إنه ما يحقق البطولات، ما عندكم أي عذر. بنواف الجزيرة مش من اليوم بس إنه هو مطالب إنه ينافس على الدوري. جزيرة اسم كبير في الدوري الإماراتي وكل سنة يكون مرشح، وهذا أمر طبيعي. وأنا إحنا كلاعبين خلاص يعني المفروض إن المرحلة هاي تكون بالنسبة لنا مرحلة تحدي بيننا وبين نفسنا، لأن أنت إذا تشوف يعني اليوم الأسامي يمكن إحنا نكون أفضل فريق في الدوري، ولكن علينا إن إحنا نتحدى نفسنا، وهذا هو التحدي الحقيقي، إن أنت اليوم قاعد تحدى نفسك ولازم تكون كل مباراة أحسن عن المباراة الماضية، وكل تمرين أحسن عن التمرين اللي سويته أمس. فهذا أنا أشوفه أن بالعكس شيء حلو في عالم كرة القدم، أن الإدارة ما قصروا وأعطونا كل اللي إحنا نباه، وزادوا الفريق بلاعبين مميزين، والحين يجي الوقت اللي إحنا لازم نرد الجميل لإدارة الجزيرة وجمهور الجزيرة، أن إحنا نقولهم إن شاء الله أن إحنا ما راح نخيب ظنكم، وراح نكون إن شاء الله بنفس الشيء اللي أنتم تتوقعون أن إحنا نكون فيه، وهذا أمر ما يختلفون عليه اثنين، إن شاء الله راح نكون الأول. عبد الله رمضان، الأضواء بتكون مسلطة على الجزيرة أكثر عن قبل، زين، بحكم التعاقدات، بحكم اللي صار في الصيف، كيف هذا ممكن يأثر عليكم؟ إن شاء الله يعني نطمح أن هالأضواء اللي تتسلط علينا أنها تكون إيجابية، أنها تزرع روح البطولة وروح التنافس بيننا بين اللاعبين في الفريق، وأن نحاول أن نرضي الجمهور والإدارة إن شاء الله. عبد الله، في كأس الخليج العربي الفريق ما بين، يعني الفريق النتائج ما كانت مرضية بالنسبة لجمهور الجزيرة. طبعا بعدها يعني هاي اول ثلاث مباريات في الموسم، المدرب يحاول انه يوصل للتوليفه المناسبه في خلال المباريات الكاس. طبعا ما ننسى ان عندنا لعيبه في المنتخبات الوطنيه، وان شاء الله ان بعد ما يرجعون من المنتخبات ان شاء الله ان المدرب يحاول يوصل للتوليفه المناسبه في مباريات الدوري. محمد، نفس السؤال، مؤشرات الكاس الخليج العربي مقلقة، نتائج مباراة كأس الخليج مقلقة لجمهور الجزيرة، كيف ممكن أن تغيرون هالقلق؟ أو بالعكس، أنت اليوم إذا فريق في الدوري وعندك 13 لاعب يغيبون عنك بس وكلهم في المنتخب، فهذا مؤشر إيجابي أنت كفريق، فأنت اليوم بتطلع لاعب، وكل ما تطلع لاعب يكون مميز يروح المنتخب، فهذا شيء إيجابي بالنسبة لنا. إحنا ما ننظر للمبارتين اللي فاتوا، ويمكن لعبنا مع فرق راح يكونوا منافسينا في الدوري، وشيء زين ان انت اليوم تعرف قوه فريق الخصم او وانت ناقص، لان وانت كامل يمكن ما تحس فيهم. اوكي، على الاسامي اللي موجوده حاليا، بالعكس احنا كل مباراه راح نعطي اكثر واكثر،
وكل مباراة يمكن خسرنا فيها اليوم نحاول ان احنا نحسن بصورتنا المباراة الجاية، احنا خلاص نسينا كأس الخليج العربي، الحين مركزين على البطولة العربية، عندنا مباراة ان شاء الله مع الفريق العماني يوم السبت، نحاول ان نحط كل ثقلنا في هذه المباراة وان شاء الله احنا نعدل من صورتنا في كأس الخليج العربي. لا احنا كنا ناقصين اللعيبة الدوليين بلس المحترفين، فهذا يفرق عندنا اليوم. نفس ما قال المدرب علينا احنا كلاعبين خبره ان احنا نشل اخواننا الصغار في الفريق، وبالعكس هم ما قصروا، ولازم في نفس الوقت ان احنا نعدل من صورتنا من المباريات كاس الخليج العربي. عندنا البطوله العربيه ان شاء الله راح تشوفنا بشكل ثاني. مسلم، منو اللي راح ينافس على الدوري في وجهه نظرك؟ وجهه نظري على اللي تشوفه فريقين. اوكي، منو هم؟ اكيد الجزيره. اوكي، فريقي والعين. الجزيره والعين. محمد، والله انا بعد الاسامي طال عمرك شويه صعب، اختلف علي الموضوع. اوكي، ولكن بعد لازم حق مشروع ان كل الفرق تحلم بالمنافسه، بس في الواقع محمد، بس في الواقع انت اليوم كاسامي يمكن انا اقول لك يمكن احنا في المرتبه الاولى، بس هل انت تضمن ان احنا نكون زينين كل مباراه، او الفريق الثاني يكون زين في كل مباراه في كل المباريات؟ على الاقل المعطيات شو تقول؟ نحن طبعا اول فريق ينافس في الدوري. اوكي، ونحن اخر فريق ينافس في الدوري، خلص الموضوع. اوكي، عبد الله. والله في وايد فرق استعدت بشكل جيد وتعاقدوا مع لعيبه زينين، بس انا اشوف ان نحن الرقم واحد ان شاء الله، ويانا الاهلي والعين. الاهلي والعين، يعني الثقه حلوه، يعني انتم مع احترامي لكل الفرق طبعا منور، لازم نقولها، بس اليوم يا اخي احنا نشوف اعمارنا مميزين، ونشوف اذا احنا ما شفنا اعمارنا مميزين انت ما بتكون، يعني ما بيكون عندك طموح، لان انت كانك اليوم ترد على محمد احمد. محمد احمد قال اقول له منو بترشح للبطوله، قال الخمس فرق، العين 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 العين. لا بالعكس محمد احمد، انا احترم رايه بس رايي انا شيء ثاني. اوكي، لان مستحيل انا اليوم ابدا مثلا الدوري وما اتمنى ان انافس، وما احط اسمي انا كفريق ان انا انافس في الدوري، امر أوكي. طبيعي. شو الكلمه محمد اللي توجهونها لجمهور الجزيره؟ احنا نتمنى من جمهور الجزيره انه ما ينظر اليوم للنتائج السلبيه اللي صارت في كاس الخليج العربي. احنا قدامنا مشوار طويل، الدوري مختلف، الدوري مختلف طبعًا. وكل البطولات احنا لازم ننافس فيها. اوكي، ولكن ننافس فيها بمقياس. اتمنى اليوم جمهور الجزيره انه يكون ويانا، ويكون مو بس ويانا، يكون في كل مكان، حتى في التمرين يكون ويانا، ويساندنا من بداية المشوار لين النهاية، وإن شاء الله بنكون كلنا فرحانين في النهاية. شو تقول الكلمة اللي توجهها للجمهور؟ أتمنى جمهور الجزيرة يكون متواجد في كل لحظة معانا، سواء كان في تمرين، سواء كان في مباريات. طبيعي هم مو مقصرين في المباريات، وأكيد بيكونون في هالموسم، وإن شاء الله نرضيهم، وما لهم الا بياض الوجه ان شاء الله. عبد الله، انت واحد من الاسماء المميزه بصراحه، يعني اليوم اكاديميه الجزيره واحد من الاسماء اللي طلعوا بشكل مميز. اليوم المدرب يتكلم عن شغل اكاديميه الجزيره، واحد من اهم الانتاجات. عبد الله، انت مع الفريق وتلعب في الفريق الاول في فتره ايضا الفتره مميزه، فيها نجوم، فيها اسماء، انك تلعب مع هالاسماء بالتاكيد بتاخذ خبره كبيره. عبد الله، شو الكلمه اللي توجهها لجمهور الجزيره؟ والله اتمنى وقفتهم ويانا في خلال هالموسم، وان شاء الله ان ما راح نخيب ظنهم ان شاء الله.
اتمنى لكم كل توفيق في الموسم، والثقة هذه ثقة نتمنى تكون في مكانها، ونتمنى للجزيرة وما عندكم عذر. ما في عذر عشان شيء عندنا ثقة. أكيد عندنا ثقة في فريقنا. حلو إنه ما في عذر، وواثقين أنتم في نفسكم، وهذا شيء طيب. شكرا لكم. شكرا لضيوفنا اللي كانوا معنا اليوم في برنامج سكوب. قبل استقبال النقاد رياض ورضا، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدينا الكرام. الخليج العربي حتى يواجه شباب الأهلي دوري الخليج العربي في هذه الأوقات على قناة أبوظبي الرياضية. كأس محمد السادس للأندية الأبطال، المحرق البحريني في مواجهة شباب قسنطين الجزائري في إياب دور الاثنين وثلاثين من كأس محمد السادس للأندية الأبطال على أبوظبي الرياضية. UFC Fight Night تعود مع معشوق الجماهير جاستن جيجي، صاحب الفوز بالضربة القاضية مرتين في تاريخه، والذي يقابل الأكثر تتويجاً في تاريخ UFC دونالد سيروني. بالإضافة إلى ذلك، ستضيف الحلبة النزال بين صاحب الضربات القوية غولفر تيشيرا ونيكيتا كرايلوف. UFC Fight Night مباشرة وحصرياً على تطبيق UFC أرابيا. حمل التطبيق الآن. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نرحب بنقاد البرنامج رياض الذوادي ورضا براوي. أهلا أخوي. رياض، الجزيرة كيف ترى الجزيرة وحظوظها هذا الموسم؟ اليوم يعقوب الجزيرة الأفضل على الورق، اليوم على الورق والانتدابات والعمل اللي صار هو الأفضل، لكن اليوم كيف العمل سيكون في الجزيرة؟ زين، العمل على الأهداف بين المدرب واللاعبين، هذا هو الأهم. اليوم الجزيرة تحتاج لها، يحتاج عمل استثنائي في هذا الموسم من ناحية إدارة، عمل فني يعني، عمل فني، لأنه الإدارة، إدارة النادي وقيادة القيادة العليا في 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 الجزيرة، اليوم العمل اللي كان عمل مصر من قبل، يعني على مستوى الانتدابات، على مستوى العمل، حتى في المنظومة، منظومة النادي تغيرت، العمل الإداري اللي موجود في نادي الجزيرة تغير تماما، صار عمل مؤسسي تماما. بالضبط يعقوب، اليوم مؤسسة نادي الجزيرة تختلف من ناحية العمل على مستوى إدارة النادي وليس على مستوى إدارة الفريق. فكان التنظيم في البداية في إدارة النادي، الإدارة المالية والتنظيم والهيكلة النادي،
جابوا مدير انجليزي مدير تغير كل شيء على على اذا جاوا شوف العمل شلون عمل بمراحل جاوا الى مرحله العمل تجاه الفريق فعملوا عمل جبار صراحه كاداره نادي عملوا عمل جبار وكبير لكن اليوم العمل مرهون باداره الفريق اللي خلف الفريق زين ومرهون بالجهاز الفني الجهاز الفني اللاعبين المؤشرات شو تقول رياض اليوم ما بينت مؤشرات يعقوب تشر اللي استوى في 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 كاس الخليج العربي مش مؤشر مش مقياس لما يقيب 13 لاعب مؤثر يعقوب بس رياض انا بعدني وقلتها لعايض الفريق ما في شكل انا ما اتكلم انت غايب عنك العناء الشكل الفريق ما في دي يعتمد على جوده المدرب اليوم يعقوب لما تقول ان اداره النادي عملت كل شيء بقى من يختار في القرارات العاصمه هل اليوم وليس المدرب هل اليوم جوده المدرب جيده هل اليوم المدافع الصربي لاول مره يعني صار لهم فتره لم ياتون بمدافع لكن اليوم شو اسمه المدافع ميلوس شو عاد ميلوس اسمه طويل الثاني يعقوب في الورقه زين الاهم شو اسمه زين خلا شوف ميلوس شو كوزانوفيتش زين اوكي اذا اللاعب الارتكاز والمدافع والمدرب هذه اختيارات اداره فريق اذا العاتق اليوم ليش تكلمت على المدافع وتكلمت على الارتكاز هذا اللي بيعملون التوازن للفريق لاعب ارتكاز ولاعب مدافع منظومة كرة القدم هذه كانت الأولوية بالنسبة للجزيرة يقول كل سنة ولا ينجح فيها بعد على فكرة يعني الجزيرة دائما يعاني من هذه القرارات خاصة في الدفاع بس رياض التغييرات اللي صارت ممكن تغطي على الـ على الـ على الـ على المشكلة ذي يعني ممكن النجوم اليوم النجوم سلاح ذو حدين يعقوب ممكن يكونون لاعبين مؤثرين إذا التزموا وانضبطوا بمنظومة عمل زين وعملوا بخلاص باتجاه هدف للنادي او يكون بالعكس ذلك عاده هذه نوعيه النجوم لما تكثر نوعيه النجوم تحدث هذه الامور خاصه اذا اللاعبين غير ملتزمين وغير منضبطين في اي مكان يعني مش بس في اي مكان اي حتى في 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 العمل في اي مكان اذا انت مش ملتزم ومش منتظم ما راح تسوي عمل مميز اليوم 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 هذه صفات اللاعبين صفات المحترفين اللي يبي يكسب رزق يجب ان يعمل على التزام في كرة القدم رضا كيف تشوف وضعية الجزيرة السنة؟ شوف مرشح من المرشحين الكبار الثلاثة نوادي والكلام اللي قلناه في حلقة أمس مع شباب الأهلي اليوم بين الثلاثة شباب الأهلي يتفوق عليهم في حاجة هو المدرب يعرف الفريق وفيه استقرار فني بس رضا فريق يملك عمر عبد الرحمن صحيح عامر عبد الرحمن سلطان الغافري سلطان الغافري محمد فوزي محمد فوزي مراد باتنا كينو يعني كينو انا اتصور انا شخصيا كينو لان متابع الموسم صحيح. اللي طاف كل مع البيراميدز انا معناك في كلامك انا لا تقول لي راح ينافس ما عنده عذر اصلا انه ما يحصل لا 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 معناتها شوف يعقوب هو نادي واحد بياخذ دوري لكن الاولويه انا نعطيها من وجهه نظري الفنيه وانه شباب الاهلي الجزيره العين خلينا انا هذا رايي زين لكن الفرق علاش قلت لك الفرق اللي باش استبعدت الوحده لان يعقوب من فضلك خليني اعيشك بالله من فضلك ماناش في جيم اوفر يا رياض ماناش في جيم اوفر ماناش في جيم اوفر لا لا رياض لو سمحت خلينا جديين لو سمحت الفرق اللي انا نشوف فيه الاسبقيه ليش حطيت شباب الاهلي قبل الجزيره؟ على خاطر قلت لك رودولفو استقرار المدرب طبعا ونوعيه المدرب ولا بس استقرار زادة ونوعيه يعقوب خوي العزيز في ما فرق ما اقنعك يورجن للحين في فرق بين نعرفك انا خمسة سنوات وفي فرق هذا جاني اليوم في فرق نعرفه بعضنا انا وياك خمسة سنوات بس ممكن مثلا بس ممكن اللي تعرفه اليوم افضل من اللي تعرفه خمس سنين لا لكن المنطق شو يقول؟ المنطق يقول اللعيبه حتى اللعيبه هاي مرتاحين مع المدرب تاع شباب الاهلي انا اتمنى ان تو نحكم معناتها ممكن انا غلط اتمنى انه مدرب الجزيره يكون جيد ويعطي لانه المدرب عنده اضافه رو. حتى المدرب له دور بنسبه واللعيبه لهم دور زاد اذا انت ما تعطيني
وما عندكش الالتزام وما عندكش الانضباط في المجموعة. بس شوف أنا في نفس أنا لنفس الوقت اللي فيه أنتقد عمل الجهاز الفني في الثلاث مباريات اللي كانوا، في نفس الوقت لازم تعطيه عذر لسبب إنه ما شاف اللعيبة اللي عنده صحيح. ولا عرف إمكانياتهم لين اليوم. لحظة هك تو أكدت كلامي، أنت أكدت كلامي، بعد أسبوع الدوري يبدأ، ما يزبو زاد فترة حتى يعرف عموري وحتى يعرف عليه مبخوت وحتى يعرف علاش. قلت لك أنا المشكلة وين، والجولات الأولى صعبة على الجزيرة، الجولات الأولى الأربع مباريات أو خمسة للست مباريات مع من؟ يلعب مع العين ويلعب مع المباريات الأولى. المباريات الأولى مهمة جدا، أنا لما نلعب أربع خمسة مباريات ونجيب 15 نقطة أخويا. هي مع أيا كان البداية وايد يعني اليوم الحلقة حلقة أمس مع رودولفو تكلم عن أهمية البداية. البداية وكل فريق أنت الشارجة العام، نعطيهم مثال الشارجة، أربع مباريات خمسة مباريات فوز ولا تعادل. البداية مهمة لأن المدرب يعرفك. يعني عبد العزيز العنبري نجح مع الشارجة لأنه يعرف الشارجة، والشارجة نجحت مع عبد العزيز العنبري لأنه خلينا نشوف تعاقدات الجزيرة. الجزيرة تعاقد مع عديد من اللاعبين الأجانب لتعزيز صفوف الفريق، كيف تم التعاقد مع هؤلاء؟ ما هي الإضافة التي ينتظرها أنصار الجزيرة من أجانب الفريق؟ منذ أن عاد اللاعب الأجنبي إلى ملاعب الإمارات والجزيرة من الأندية المتميزة في هذا الميدان من خلال انتدابات العديد من الأسماء الكبيرة التي صارت وجلت في ملاعبنا، ومع ترقب الجماهير انطلاق الموسم الكروي الجديد، بدأ أن أجانب الجزيرة تحت المجهر بدورهم، إما لتميز كانوا عليه قبل قدومهم إلى الجزيرة أو لما يملكهم اللاعبين مواطنين بنجوميتهم. بادت إدارة الجزيرة مطالبة لأن تكمل المنظومة بلاعبين أكفاء. ومن بين الأسماء المرشحة للتألق البرازيلي ماركوس كينو لمهاراته وقدراته التي جعلت منه أفضل داعب في الدوري المصري في الموسم الماضي، كما انتدب الفريق اللاعب السربي ميلوس كوسانوفيتش قادما من نادي ستاندرد ليج البلجيكي بعقد يمتد لموسمين. في صفقة انتقال مفاجئة للوسط الرياضي نجح الجزيرة في إتمام تعاقده مع المغربي مراد باتنا قادما من فريق الوحدة، ليواصل باتنا حضوره لموسم جديد في الدوري الإماراتي. مساعي الجزيرة اللافتة لتعزيز صفوف الفريق لم تقف عند هذا الحد، بل نجحت الإدارة في إتمام التعاقد مع الجنوب إفريقي الدولي ثولاني سيرير قادما من نادي فيتس الهولندي بعقد يمتد لموسمين، ليكمل بذلك عقد اللاعبين الأجانب بما رآه الجزيرة في نجومه الجدد القدرة على صنع الفارق، لا سيما والنادي كان نشطا في سوق الانتقالات معززا صفوفه بنخبة من اللاعبين جعلت الجماهير ترتقب ظهور فخر العاصمة في الدوري هذا الموسم. أجانب الجزيرة على مستوى كابتن رضا؟ نعم خاصة اللاعب اللي كان في بيراميدز كينو هذا المدافع، أول مرة مش أول مرة يعني من زمان الجزيرة ما فكرت في المدافعين أجنبي، إذن هنا الأهمية متاع الإدارة ناويين على بطولة الدولة. أنا أقول هذاك ناويين بقوة زادة وفض الانتدابات عن نادي الجزيرة. يعني ناتي يجيب هاللعيبة تقولي مش ناويين على الدوري؟ لا أنا قلت لك تعرف تخوفي منين. ما في عذر حتى لا تقولي أنت لما قلت لي الجزيرة في الأولوية أنه بالنسبة لك المركز الثاني المفروض على البناء على الأسماء اللي موجودة المركز الأول أنه ينافس. أنا ما في خيار ثاني. ينافس وممكن يأخذ بطولة. قلت لك التخوف متاعي هو أنه مدرب جديد. مدرب جديد ولا بدون جودة؟ لا مدرب جديد ما يقدر يحكم علينا بدون جودة ولا بدون مدرب جديد. عايشك سمحني الجودة ولا عندك أنت هذه
أنا أقول هذا مدرب جديد على الفريق، وكنا نعرفه أنه أي مدرب جديد نعطيه فرصة، صحيح ولا لا؟ ولا نقولوا لا من أول مباراة مدرب جديد يلزموا ما عادش ينهزم، لا نعطيه فرصة، قد يكون مدرب جديد وينجح ونتمنى له التوفيق، لكن الفرق بس تعطيه فرصة ما عندك خيار أنك تعطيه فرصة. يرحم والديك يرحم والديك. زين أنا لومه الحين، كيف نلومه؟ والحين اشتكى لك اللي كنت هو تو اشتكى لك اللي كنت قال لك اللعيبة ما عنديش لعيبة. لا ما عنده لعيبة الآن. أنت لومته على أداء الفريق في الثلاثة مباريات، إيش قال لك؟ قال لك ما عندي لعيبة. زين اللعيبة اللي باش يجيو هذوما مش يلزم وقت باش يتأقلم معاهم ويعرفهم؟ أنا خايف ليزفر عليه القطار. أنا هذا مناش خايف، الفرق بين شباب الأهلي ومدرب الجزيرة حتى مدرب العين. مدرب العين زين باين عليه، وأداء الفريق في الثلاثة مباريات في كأس الخليج كان جيد. لكن هذا ممكن ما يتقلمش بسرعة ويفوتني القطار. ما هذا مناش خايف أنا. لكن في الانتدابات أفضل فريق نحطه رقم واحد هو الجزيرة في الانتدابات. هذا ما في شك. الحين شباب الأهلي مين انتدب؟ انتدب اللاعب اسمه من الوحدة ويوسف جابر. جزيرة تبارك الله انتدبت. سلطان الغافري من أفضل الانتدابات، هذا يعاون في نصف الملعب. إذا أنا شو نقول خايف؟ لا ياخذ وقت كثير المدرب على التأقلم. عمر عبد الرحمن أكيد شافه في فيديو، أكيد حكيوا له عليه. عمر عبد الرحمن نفسه، لكن هذا ما يكفيش. وهل ينجح في التوليفة ولا لا؟ أوكي. رياض كيف تشوف الوضع بالنسبة للجزيرة من حيث جودة اللاعبين اللي موجودين؟ جودة الأجانب يعقوب جودة استثنائية هذا الموسم. لا حتى مواطنين، حتى مواطنين. خلينا نكملها. لا يمكن أنك أنت تقول أكينو لن يكون الأفضل في الدوري، أو لن تكون، ما في أحد يقول باتنا لم يكون واحد من أميز المهاجمين في دورينا. فهذا اللاعبين اثنين مؤثرين في الهجوم معهم مبخوت سيكون الأفضل، يعني الثلاثي الأفضل بلا شك، هذه رقم واحد اليوم. لما تي تقول مجموعة الهجوم الأفضل في الجزيرة ثلاثي، نعم ثلاثي، خلفهم عمر إذا عاد بمستواه الحقيقي، لأن يعني ما تعرف عودة عامر من أي نوع، عمر من أي نوع، عودة عامر عمر موجودين، فخلفهم عبد الله رمضان وخلفان هم الأفضل في الدوري أصلا. يعني الجزيرة قبل ليجيب عمر وعامر عندهم الأفضل خلفان وعبد الله رمضان من ناحية صناع لعب هم الأفضل في الدوري. فإذا يعني مجموعة الهجوم هي الأفضل في دورينا، يعني ما في خيار، وأفراد مؤثرين، ما في خيار للجزيرة، ما في خيار اليوم الجزيرة، ما في خيار. يبقى الإدارة وفرت كل شيء، يبقى يعقوب الإدارة وفرت من الناحية الفنية كل الملتزمات للفريق من حراسة حتى رؤوس الحربة. يبقى من اختار اللاعبين، هل اختار مدافع مؤثر ووسط ارتكاز مؤثر؟ لأن المجموعة لا يمكن أن تقول مجموعة الهجوم فقط، انما مجموع كره القدم فريق. هذا دور المدرب ابو عبد الله. هنا انا خايف من التوليفه. اتكلم لك عن جوده غير التوظيف اليوم، اتكلم لك عن جوده اللاعبين الاجانب. اذا كان المدافع ولاعب الارتكاز مؤثرين بنجوميه عاليه تكون، فبيكون الجزيره الرقم الصعب على الورق الان موجود بكل اليوم. البطوله العربيه مؤشر جيد له، واعتقد ايضا بالنسبة من ناحية تنافسية، من ناحية حضور مدرب بتفيد المباراة هذه تاريخ 14 ضد النصر، قدام النصر أعتقد بيضع الصورة الحقيقية له. فهي مباراة جيدة بالنسبة للجزيرة في بداية الموسم وللمدرب بلا شك. فإذا نتمنى لهم التوفيق بصراحة. يعني أعتقد الجزيرة اليوم الموسم هذا يعقوب صعب أنك أول مباراة للجزيرة بتكون مع الظفرة ثم النصر بعد ذلك تقريبا. اوكي وصلنا لنهايه حلقه الليله، انا اشكركم لوجودكم معنا. اذا نكون قد وصلنا مشاهدينا الكرام لنهايه موعد اليوم من برنامج سكوب اللي خصصناه لفخر ابو ظبي. بدانا من الجانب الاداري وصولا للجانب الفني. موعدنا يتواصل غدا مع حلقه اخرى من سكوب. الى اللقاء.